وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وهذه فائدة عظيمة، أن الله تعالى هو الذي خولك هذه النعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي من النعم والأموال، فإنك تتركها وترحل عنها، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يقول ابن آدم مالي مالي، هذا هو مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. تنفق المال في الأكل فتفنيه، وتنفق المال في اللباس فتبليه، أو تصدقت فأمضيت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إني والله أتعجب أشد العجب في أقوام من المسلمين يجمعون الأموال ويبنون المباني الشاهقة وقد أحل الله لهم، لكنهم يتوسعون في ذلك. تجد الواحد عنده، تجد الواحد منهم له من المال الرصيد الفلاني، وله من السيارات، له من المراكب، وله من البيوت، وله من الأراضي، ومع هذا تجده خائفا من أمر الرزق، تجده غلقا، تجده مذعورا. وصدق الله: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. هذه الآية من أخوف الآيات، إن عذاب ربهم غير مأمون. كيف يأمن العبد عذاب الله؟ وكيف يكون عنده من المال ولا يتقي به عذاب الله؟ جاء في البخاري وفي غيره من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا أعطاك الله المال ووهبك المال تصدق به. اذهب إلى المستشفيات وانظر إلى الذين يتوجعون ويتألمون، بل بعضهم يفارق الحياة بسبب دواء وبسبب مرض يسير لا يجد ما يعالج به نفسه، وإن كان أجله قد تم وانقضى، لكن هذا سببه. وبعضهم من الأيتام لا يجد من ينفق عليه، وبعض الفتيات يبعن أعراضهن بسبب المال، وأنت عندك من المال وتجمع. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال القرطبي: الشوى جلدة الرأس، في التذكرة: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يجمع المال. والله تعالى قال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تخرج من الدنيا من غير مال ومن غير ثياب إلا الكفن، ومن غير رقيق، ومن غير مبان، ومن غير قصور، ومن غير مراكب، ومن غيرها من أمور الدنيا. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان
ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وجاء في الرواية الأخرى في الحديث الذي ذكر آنفا في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن شخير، جاءت رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وهي أيضا في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. جاء في هذه الرواية: وما سوى ذلك فذاهب، أي أنت ذاهب عنه وتاركه للناس. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتركه لهؤلاء الورثة وتتركه للناس يتمتع به من تمتع به، وأنت في قبرك ويوم تلقى ربك تخاف من هذا المال تسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته.